السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن الناس تكون الناس السامعين يردوا عشان أقدر أبدأ اللايف. أتمنى الناس تكون إذا في ناس سامعين يقول لي سامعين عشان أقدر أبدأ. سامعني أبدأ ولا أنا ما سامع؟ ما سامع أي الصوت واضح. طيب بسم الله نبدأ. إذا الصوت واضح، طيب معلش التأخير اللي حصل، بس غلطة تقنية كده حصلت، بس الحمد لله رب العالمين صلحتها. طيب الاسم ياسر علي عثمان محمد. أبدأ أتكلم لكم بس زي 3 دقايق كده عن نفسي، اللي عملته ب3 دقايق كده عن نفسي عموما كده، وبعدين أبدأ أتكلم عن المنح عموما، ومن ثم أركز على المنحة الدراسية، وآخر شيء أختم بها عن شنو تجربتي الشخصية هنا في روسيا، إيش اللي استفدته من روسيا هنا. طيب درست الأساس في ولاية الجزيرة في مدرسة اسمها جزيرة الغفاري، ومن ثم قريت الثانوي في مدرسة اسمها فارس الكتابة الثانوية. بعد ذاك رحلت جدا الخرطوم، امتحنت الشهادة السودانية من مدرسة سلاح المزقة. بعد ذاك دخلت في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية اللغات قسم اللغة الفرنسية، درست وتخرجت في العام 2008. هذه بالنسبة للمعلومات اللي عندي عني كشخصيتي. الشيء الثاني انه بعد ذاك اشتغلت، بعد ما تخرجت في 2008 اشتغلت استاذ في عدة مدارس، منها اساس وثانوي. بعد ذاك اخر شيء في 2013 سافرت السعودية، اشتغلت هناك مندوب مبيعات. بعد فترة من الزمن اترقيت، بقيت مدير بتاع فرع، مسكت فرع بتاع الجبيل وفرع جدة، وآخر شيء استقريت في فرع الرياض، ومنه جيت خروج نهائي السودان. وبعدها قررت أصلا من قبل ما أخلي السعودية، قررت إنه لازم أجي راجع أعمل ماجستير. ده كده نبذة عن حياتي الشخصية للشيء اللي عملته. بالنسبة لي أنا الحمد لله متزوج، عندي طفلين. بالنسبة للبحث عن المنحة، أول شيء يا شباب إنه بتمنى يعني الناس تتقبل كلها في المنح، عشان شنو نقدر نرفع البلد. أول شيء كيف تبحث عن المنحة؟ قبل ما تبدأ تفتش لك عن منحة معينة، في خطوات لابد إنك تتبعها عشان تقدر شنو تنجح تاخد قبول من المنحة. ويا أخوانا بجيت المنحة يعني حاجة، ما يعني حاجة صعبة شديد، لكن كون إنك تلقاها تستاهلها لأنك فتشت وتعبت وتقدر شنو يعني تستاهل انك اتحصلت على المنحة. طيب المنح دي عندها تاريخ وعندها ازمان معينة، فيها انواع من المنح، طبعا انا ما اخذ فيها كثير عشان شنو الزمن يسعنا نقدر نتكلم كثير فيه. طيب بالنسبة للاوراق، الاوراق المطلوب انك تجهزها شنو؟ اول حاجة عندك الشهادة الجامعية، لو اذا انت خريج بتاع جامعة تجهز الشهادة الجامعية بتاعتك بالاضافة لشهادة التفاصيل، اذا انت طبعا خريج بتاع جامعه. اذا انت طبعا يا داب خلصت الشهاده الثانويه، عادي ممكن تقدم لمنحه بانك تتقبل في بكالوريوس، لكن بدل ما انك تجهز الشهاده الجامعيه جهز الشهاده الثانويه بتاعتك، وحاول ان الشهاده تكون شنو موثقه يعني من التعليم العالي، وبعدين مترجمه تكون باللغه الانجليزيه. ودائما ركزوا يا شباب انه شهادات كلها تخلوها باللغه الانجليزيه، لانه هذه اللغه العالميه اللي الناس كلها الناس كلها اللي مطلوبه في الجامعات كلها. يعني حتى لو عايز تقدم للسعوديه، يعني في بعض الجامعات زي جامعة الملك فهد للعلوم والمعادن
دي بتطلب منك انك تجيب الشهادات، ممكن تكون باللغه الانجليزيه عشان هم عرب، ممكن اقول لك جيبها بالعربي اتس اوكي، لكن الافضل خيار تشوف انه خليها تكون كلها بالانجليزي. طيب بعد ذاك الشهاده الجامعيه، شهاده التفاصيل نمره 2، نمره 3 عندك شهاده التوصيه. شهاده التوصيه حاول القى لك شهاده واحده او شهادتين اقلاهم 2 يعني من ناس درسوك. اذا انت مثلا واذا انت حاليا شغال حاول تشوف انه يعني في ناس، الناس المدير اللي انت شغال معاه يديك شهاده التوصيه يعني يسجل فيها طبعا بياناته بالاضافه للايميل بتاعه لو في كونتاكت ليتر اون، ممكن شنو يرسل له معلومات يسالوا عنك. نمره 3 عندك شهاده لغه الايلتس. طبعا هنا قبل ما اتكلم يعني اواصل، بحب اشكر الاستاذه ساره للشيء اللي عملته وبالاضافه للاستاذ انس. يعني انا وقت قررت جيت من السعوديه قلت لازم امتحن الايلتس، ومن 2008 بقول حال كل مره امتحن امتحن، لكن يعني الله ما اراد انه امتحن. فشنو السنه اللي فاتت قررت 2018 قررت انه امتحن، وكان في استاذه ساره ما شاء الله ربنا يجزاها الخير وعن المجموعه كلها، يعني كانت ما شاء الله يعني في كل زمن يعني حتى لو تعبانه جات راجعه من الشغل احنا بنكون موجودين منتظريننا، ف بتحاول تشرح لنا وبتتكلم معانا لازم تعملوا كده يا ياسر، انتوا لازم تركزوا على كده، الامتحان بيكون فيه كذا جزء والاجزاء دي كلها لازم انكم تركزوا عليها. انا بالنسبه لدرجتي اللي امتحنتها جبت 5 من 5، الدرجه دي يعني بالنسبه لي ما كانت مرضيه، يعني كنت عايز درجه اكتر تكون مثلا 6.5 اقل شيء، عشان اغلب المنح بتطلب 6.5 او 6 اقل شيء، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء الحمد لله لخير. بتذكر اني جيت راجع البيت زعلان، مرتي قالت لي انه هي لو جابت 5 من 5 كانت تفرح، قلت الحمد لله رب العالمين. طيب بالنسبه لشهاده اللغه ايلتس او تكون عندك توفلتس، او في جامعات بتتغض النظر عن انك شنو ايلتس او توفل، بيقول لك انك تجيب ما يثبت انك بس درست باللغه الانجليزيه. طيب نمرة 4 عندك الفحص الطبي. في جامعات بتطلب منك الفحص الطبي تجيبه مباشر مع المنحة يعني أيام المنح. طبعا المنح دي يعني الفحص الطبي ده غالبا في المستشفيات السودانية، في ناس طبعا يعني ما أحب أعمم على الناس كلها، لكن في ناس استغلاليين مثلا يعني بدل هو يساعدك يقول لك تعالى أنا بقى يعني ختم بختم بختم ولك بملي لك الفورمات تمشي قدم ربنا يجزاك يوفقك، لا في واحدين ما يعملوا كده يعني. المهم انت حاول تجهز الحكايه دي لانها من ضمن المطلوبات، ما كل المنح لكن بتعتمد من منحه لمنحه. بعد ذاك عندك شهاده بتاعت الخبره. شهاده الخبره دي يا ناس ضروريه، انا بالنسبه للمنحه اللي قدمت فيها عندي شهاده بتاعت خبرات يعني بتاعت تدريس وخبره بتاعت اداره بتاعت مبيعات، كنت قدمت بها بالاضافه، يعني كل ما يعني جهزت شهادات اكثر بتكون شنو عندك فرص بتاعت قبول اكثر. بعد ذاك عندك شهاده بتاعت التطوع، يعني تكون اشتغلت مثلا يعني اي حاجه انك طوعت فيها عمل تطوعي يعني بكون بدون مقابل بكون افضل يعني. ليه؟ لانه بدك انك باك جراوند انك بعين الزول ده مثلا حتى لو اخذت المنحه واتقبلت بعدين في المستقبل تقدر تساعد كميه شنو من الناس اللي يقدروا يستفيدوا منك. بعد ذاك عندك شيء والشيء اللي ركز فيه كثير هنا برضه هتكلم عنه كثير، عندك المقترح بتاع البحث اللي هو الريسيرش بروبوزال. الريسيرش بروبوزال يعني احنا يعني السودانيين ساعات يعني اغلب الناس اللي بيفتشوا على المنحه ما قاعد يركزوا عليه شديد، انا ان شاء الله هتكلم عنه خفيف كده لانه الريشس بروبوزر هو بيختار له يعني بيحتاج له لايف لحاله. طيب بعد ذلك عندك اخر شيء اللي هو خطاب الدافع اللي هو بيرسونال ستيتمنت، ده يختلف من الريشس بروبوزر. الريشس بروبوزر ده مقترح بتاع البحث بتاعك انت، انت عايز يعني في اتو مجال انت عايز يعني الريشس بروبوزر عنده خطوات معينه لازم تتبعها عشان تخلصه. بعد ذلك عندك بيرسونال ستيتمنت تكتب عندك انت يعني مثلا انا ياسر علي درست الاساس وين، درست الثانوي وين، واشتغلت مثلا يعني عباره عن سمري بتاع السي في بتاعك تحاول انك تلخصه، وبعد ذاك تكتب الشيء الفوركاستنج للفيوتشر بتاعتك انت بعدين المستقبل لما تتخرج من تتخرج تاخد المنحه دي تتخرج هتعمل شنو، والمنحه دي هتضيف لك شنو، وهترجع تفيد بلدك بشنو، والناس تستفيد منك بشنو. ده بالنسبه للبيرسونال ستيتمنت ده عموما كده عند حبيت افرق منه. ونقطة اللي بعدها أتمنى إنه بس يكون ما قاعد أتكلم سريع من الصوت يكون واضح وما بكون قاعد أتكلم سريع. طيب النقطة اللي بعدها اللي هي كيف مراحل البحث عن المنح. طيب أنا في إن شاء الله في هسجل لكم الموقع بتاع اللي كنت بتعبه أصلا أول بأول، للحين للحين الناس قاعدة تتابع الموقع ده، بالنسبة لي قاعدة أتابعه. ليه؟
لانه بالنسبه لي استفدت منه شديد، منه لقيت المنحه بتاعتي بتاعت الحكومه الروسيه دي، انا لقيته من الموقع ده ذاته يعني، اللي هي الموقع اسمه scholarshippositions.com. الموقع ده يعني ما بنعرف حق السودانيين او كعرب موجودين في الموقع ده، لا في كميه من الناس مشتركين في الموقع ده كرسائل بريد بتجيهم من فتره لفتره بتجيهم. طيب الموقع ده لما تفتحه تحاول تشوف كل منحه، تشوف متطلباتها شنو، بعد ذاك انك تحاول شنو تقدم عليها. طيب بالنسبة انك اذا جيت الشيء اللي بالنسبة لي انا وكي جيت بديت اقدم في المنحة، انك حاول تقدم اذا بديت تبحث يعني المنح بديت تقدم فيها، ما تركز على دولة معينة او منحة معينة. اتمنى ان الناس يعني تاخد في مفهوم الكلام ده، ما تحاول انكم تركزوا مثلا في دولة معينة او منحة معينة. ليه؟ لانه اذا مثلا المنحة اذا ما اخذوك في منحة معينة ياخذوك ممكن في منحة تانية، يعني ما تركز على ان المنحة دي لازم انا اخذها هي وخلاص. طيب انا بالنسبه لي ياسر علي بعد ما اخذت الايلس بتاعي جبت 5 من 5، قدمت في منحه في اذربيجان، فيتنام، نيجيريا، بريطانيا، قدمت منحه تبعت البنك الاسلامي، منحه بتاعت اوفيد، منحه الحكومه الصينيه، منحه الحكومه اليابانيه، والمنحه المغربيه، وبتاعت معهد الدوحه، ومنحه بتاعت جامعه الملك سعود، ومنحه بتاعت مهندس اي سي بي، دي قدمتها من 2010 اظن، وعندك منحة بتاعت بروناي، وآخر شيء منحة في الحكومة الروسية. طيب من المنح دي كلها جاني رفض رفض رفض، طبعا كل ما يجيني رفض الحمد لله قاعد يعني قاعد عزيمتي قاعد تزيد زيادة، يعني ما كنت مثلا يعني جاني رفض لا بقول لا، بالعكس كل ما يجيني رفض كل ما بقدم لمنحة تانية، وما بنتظر مثلا يعني لا من المنحة دي ترد لي، لا بحاول طوالي انه خلصت المنحة دي بشوف المتطلبات المنحة اللي بعدها وبقدم. من المنحة دي كلها جاني قبول في منحتين، واحدة منحة بتاعت في دولة أذربيجان من جامعة اسمها خازار يونيفرسيتي، قبلوني في ام بي اي اللي هم ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، قبلوني هناك، لكن كانت المنحة بارشال سكولارشيب. وبالنسبة لي انا يعني وكيد جاندني قبول بتاعت المنحة بتاعت الحكومة الروسية دي، فشنو عملت مقارنة، حتى بتذكر يوم من الايام نزلتها في الجروب انه استشير الناس، وفي ناس كمية افادوني بانه يعني افضل لك روسيا من تمشي اذربيجان. في النهاية أذربيجان يعني ما في ناس كثيرة بيعرفوها كدولة أو التعليم فيها جودة، لكن شنو في النهاية استخيرت الله وقدرت إنه شنو ربنا وفقني إنه أجي هنا في روسيا. طيب هتكلم هنا عن منحة الحكومة الروسية اللي اتقبلت فيها. طيب أنا زي ما قلت لكم قبل بديت المنحة يعني بديت من الموقع بتاع سكولارشيب بوزيشن، كنت دايما بفتشه كل زمن، يعني لو اشتركت مثلا في الموقع ده سجلت بريد الالكتروني بتاعك، يعني هم بحاولوا في الاسبوع يدوك 3 ايميلات، يعني بيرسلوا لك 3 ايميلات انك تشوف الكميه من المنح المتاحه اللي موجوده، وغالبا اغلب المنح بتفتح دايما من شهر 12 لغايه شهر كم 6 7 بس، لكن اهم شيء انكم تركزوا انكم تقدموا، يعني انت المنحه مثلا فتحت اليوم حاول انك تقدم اسرع. ليه؟ لانه بتدي الفرص للناس الاكاديميين اللي الدكاتره الموجودين هناك يقدروا يطلعوا على الملف بتاعك ويشوفوا، يعني لو عندك حاجه ناقصه اصلا يعني هم يعني شافوا انه الزول ده فيه امل بيقدروا يراجعوك يرسلوا لك مره ثانيه يقول لك يا كمل ورقك. يعني دي بحاول انك كل ما تلقى منحه ما تنتظر لاخر ايام انك تقدم، حاول قدم بدري، واتمنى انه الناس تجهز المطلوبات دي كلها من يعني من هنا لشهر 12 تكون جاهزه، بعد ذاك لما يجي شهر 12 1 2 3 4 الناس تبدا شنو تقدم اول باول. طيب بالنسبه للمنحه الحكومه الروسيه المطلوب شنو؟ في اول شيء جواز سفر ساري المفعول، وفحص طبي، شهاده جامعيه، شهاده تفاصيل، بعد ذاك عندك الشهادات تكون موثقه من الخارجيه بالاضافه للسفاره الروسيه. طيب اللي هو جواز سفر، جواز سفر، فحص طبي، شهادة جامعية، بالإضافة لشهادة التفاصيل، دي الحاجات الأساسيات المطلوبة بالنسبة للمنحة. طيب الجواز السفر بالنسبة للمنحة الحكومة الروسية، جواز السفر لازم يكون مترجم باللغة الروسية، بترجمه طبعا أنا ترجمت حقي في جامعة الخرطوم، والحمد لله بشكر من هنا الدكتور الطيب بتاع قسم اللغة الروسية، ما شاء الله يعني الشاب ده يعني ما شاء الله ما قصر معي، يعني في جزء من الأوراق ما شاء الله حتى ترجمها لي، قال لي ياسر خلاص انا شايفك اجتهدت والحمد لله ما بعافيه لك، يعني في جزء دفعت لهم قروش فيها في جزء عفوني فيها يعني. طيب بالنسبه للشهاده الجامعيه برضو لازم تكون مترجمه للغه الروسيه، ده بالنسبه لانه الجامعات هنا
يعني اغلب الجامعات هنا في روسيا بيتكلموا روسي، يعني اغلب الجامعات هنا في روسيا في برامج مطلوبه انجليزي بس، يعني اذا رسلت لهم انجليزي في القبول المبدئي بقول لك اوكي، يعني بحاول شنو يعملوا يعني البروسيس بتاعتك تمشي، لكن ليت اون بعد ما يجيك القبول العام لازم انك تترجم الشهادات للغه الروسيه، وبعد ذاك توديها الخارجيه توثقها، من ثم توديها السفاره الروسيه بعد ذاك توثقها. الفحص الطبي يعني غالبا يعني ما بدققوا عليه كثير شديد انه توثقه من السفاره، يعني عندهم في موقع هناك اسمه، في مستوصف هناك جنب السفاره اسمه حراء، ممكن عادي واحد اذا قبله تمشي تاخذ الفحص بتاع الايدز بتاعك وتوديه السفاره وخلاص يعني. طيب الزمن بالنسبه للزمن بتاع المنحه الروسيه، انا تقريبا قدمت في شهر 4، لكن المنحه الروسيه يعني من شهر 1 2 3 الناس تبدا تفتش يعني بالضبط كده تركز عليها، شهر 2 كده اغلب المنح دي بتفتح، بعد ذاك يعني تحاول انك شنو تتابع ايميلك من زمن لزمن، يعني يعني زي ما كل 2 3 يعني حاول ان شاء الله كل 4 ايام طول على ايميلك شوف المطلوب شنو، لانه ساعات الدكاتره او الناس الناس اللي بيعملوا البروسيس بتاعت المنحه ديل بيكون ما عندهم زمن ليك انت لحالك، عشان كده دايما شنو تحاول انك تركز تشوف المطلوب منك شنو في الايميل، بعد ذاك اعمل الشيء ورسله له مره ثانيه. بالنسبه للمنحه الروسيه اللي هو الامتحان بيكون دايما في جامعه الخرطوم، والسفاره الروسيه هنا موقعها في الامارات تقريبا في شارع 4 او شارع 5 صار انا متاكد انا نسيت. طيب بالنسبه للشدة، انا بالنسبه يلا لي بالنسبه للقبول كيف جاني، انا دخلت وكنت شيدت الموقع بتاع سكولارشيب بوزيشن، لقيت الجامعه بتاعتي اسمها هاي سكول اوف ايكونومي اللي هي يعني ده الاختصار بتاعها هنا في موسكو، بيقولها اتش اس اي ناشونال ريسيرش يونيفرسيتي هاي سكول اوف ايكونومي. طيب انا دخلت الموقع بتاع الجامعه عملت لي حساب اللي هي المنحه وكجات التقديم، دخلت موقع الجامعه قدمتها، بعد ما قدمت بعد 4 ولا اسبوع كده، المهم الدكاترة الدكتور راسلني اسمه كوزلوف قال لي يا اخي دارين اوراقك، مهتمين باوراقك ودارين نعمل معاك انترفيو. اختار الزمن، انا بالنسبة لي اخترت الزمن الصباح بدري السودان، يعني قلت الحمد لله يعني الوقت ده بدري، المهم كان الساعة 8 بتذكر انه حتى المرأة اخذ الولد ومشت عشان تديني اخذ راحتي. طيب ده بالنسبة للمنحة الذاتية اللي انا قدمتها. بعد ما جاني القبول انه خلاص احنا قبلناك في المنحه، الدكتور قال لي ان احنا كجامعه ما بندي منحه، المنحه بيدوها الحكومه الروسيه، فاحنا اوراق دي كلها بالقبول بتاعك كله بنحوله للحكومه الروسيه. فمن شهر 5 كنت انتظر لحد نهايه شهر 7، ولكن ده طبعا 2019 انتوا ما عارفين كانت البلد جايطه والايميلات ايام تقفلوا النت، فشنو كنت ساعات بمشي الشهداء، والله كنت بدخل يعني في مره بتذكر كم مره بمشي الشهداء بدخل الساعه ب 50 جنيه، يعني بدخل عادي بس عشان اشيك الايميل بتاعي بشوف انه هل في رد لي ولا ما رد لي. وبعد ده كنت بمشي جامعه الخرطوم من زمن لزمن اشوف الايميلات المطلوب مني شنو، لحد بتذكر في يوم من الايام برضو يعني هم كنت تعبوا قالوا انت اتاخرت في الفحص الطبي وما رسلت، قلت لهم والله النت ما شغال، لكن المهم هم ادوني عذر بانه اصلا قلت لهم السودان شويه الوضع نوت ستيبل سو فصون، قاموا قالوا لي خلاص اوكي ما في مشكله يلا. طيب اذا بعد ذاك يلا في شهر 7 وشهر شهر 8 تقريبا جاني انديكوت كده بانه تم قبولي خلاص رسميا في موقع المنحه بتاعت الحكومه الروسيه، جاني كود معين شلت الكود ده دخلت الموقع بتاع السفاره مليت الفورم بتاعت السفاره شلت النسخ بتاعت الاوراق بتاعتي كلها بالاضافه لشهاده الايدز نسخه بتاعت الجواز مترجم بالروسي ونسخته اللي هو بالانجليزي والعربي والشهاده والجواز الاصلي ذاته بالاضافه لشهادتها بتاعت الفحص بتاع الايدز وشهاده التفاصيل، وطبعا دي ما مهتمين بها لكن انا دخلتها في الملف عادي يعني ما بتاع مشي، بالاضافه للبرنت اوت للورقه اللي مليتها في الموقع بتاع السفاره ده شلتهم، بعد ده وديتهم شنو للسفاره. ده بالنسبه للخطوات اللي انا اللي اتبعتها في منحه الحكومه الروسيه. طيب اها بعد ذاك اتكلم عن فوائد المنحه الروسيه. طيب المنحه الروسيه يا اخواننا يعني هي تختلف من المنح شويه اللي انا بسمع بيها، المنح اللي انا قدمت فيها تختلف منها شويه، هي منح باعتبارها معفيه من الرسوم الدراسيه كلها، يعني انا سي ما بدفع ولا هلله، بالاضافه هم بيدوني يعني مبلغ اللي هي 1700 روبل شهريا،
1700 روبل دي يعني لو يعني لو كونفرتد في يو اس دولار بتلقاها كلها 25 دولار، يعني كلها 25 دولار ما بتعدي الكلام ده يعني. فشنو في ناس طبعا ممكن تقول يعني انه القروش دي ما كثيره شديد، فالنهايه في النهايه بتعتمد عليك انت وعلى طموحاتك في النهايه يعني، انه اهم شيء انك تركز بانك جوده التعليم برا السودان افضل يعني. نحن والله العظيم يعني للاسف شديد انه متاخرين شديد في التعليم وجوده التعليم، لكن انك حاول تركز بانك اذا اخذت الشهاده مثلا من روسيا هنا بتكون قويه يعني، تضيف لك حاجه شديده للسي في بتاعك. اذا مثلا انت من بكالوريوس عايز تقدم لماجستير بعدين بتديك يعني بتديك قوه انك درست في روسيا، لو عايز تدرس في اي دوله تانية كامريكا او كندا او استراليا يعني كون انك جايب شهاده من روسيا معناته الطالب ده بيعرف يعني بيعرف بما البحوثات براهو وبيقدر يعني يشتغل براهو. طيب بالنسبه للشيء الثاني السكن تبع الجامعه، يعني احنا السكن بتاعنا زي ما شايفين سرير فوق، السكن تبع الجامعه بدونا يعني سكن اللي هو سرير بالاضافه ليه يكون عندك دولاب وشيلف بتخد كتبك اللي انت عايزه، والانترنت طبعا فري، واصلا في روسيا عموما كده النت ده اصلا ما في مشكله، حتى في المترو النت فيه فري يعني، النت ده اصلا ما هم في روسيا يعني. طيب السكن احنا قاعدين ندفع زي اللي هي زي باعتباره يعني 985 روبل كده يعني، كلها 16 دولار ولا اقل من كده حاجه بندفعها نحن يعني، الحكومه الروسيه ما بتتحملها. المهم ان احنا لما نشيل القروش بتاعت المنحه دي بندفع منا يعني الكلام ده. طيب بالنسبة للمعيشة، المعيشة دي أتكلم عنها ليه طول أتكلم عنها قدام، ده بالنسبة للفوائد بتاعت المنحة الروسية. ويا أخوانا تركزوا إنه كونه يعني مثلا زول شالوه في المنحة الروسية دي يعني دي فائدة شديدة، لأنه أسئلة لو قارنت من نفسي بالنسبة للطلاب الدوليين اللي بيدفعوا قروشهم، يعني واحد بيدفع في السنة مثلا 5000 دولار بالإضافة للسكن بتاعه والأكل بتاعه، يعني الناس إنها تركز إنه يعني الثينكينج بتاعه يكون بيون كلام يعني شيل فيما بعد، انه شوف مثلا انت مثلا يعني ربنا وفقك يعني اخذت الكلام ده كله يعني معفي من الكلام ده، بعد ذاك انك الباقي اسهل يعني، سكن سهل هنا في روسيا، وطبعا الجامعه كله بالاضافه للمعيشه هنا ما صعبه يعني. طيب الشيء اللي بعده بعد ما يجيك المنحة بعد ما يجيك القبول إن شاء الله هنا في روسيا، أول شيء المطلوب منك تجيب شنو يا أخوانا، حاولوا إنه أي زول شغال في المنحة حاول يشيل معاه لابتوب بالإضافة للكيبل بتاعه الكونكتر بتاعه يعني وصلة عشان يشيلها يعني بتنفع يعني ما حاجة كعبة يعني جيبها معك. اتنين هنا في روسيا الدراسة كلها عن طريق يعني كلها عن طريق جهاز الحاسوب يعني، أنا أول ما جيت كنت متخيل بانه الدكاتره بعد ما خلصوا المحاضره هيدونا شيتات نمشي نقعد، لا لا كل المحاضرات تصل كلها عن طريق الايميل بتاعك، عندنا ايميل بتاع جروب بتخش بيرسل الدكاتره بيرسلوا السلايدز بتاعنا من هناك تمشي تعمل لها داونلود، بعد ذلك تبدا تقرا عن طريق اللابتوب بتاعك، يعني اذا اللابتوب بتاعك حصل له شيء ما في زول بيديك لابتوب انك تقرا منه. الشيء الثالث اللي هي الدراسه هنا، يعني الدكاتره هنا موجودين صبورين شديد يعني، بكونوا والله صبورين يعني، انت لو ما فهمت شيء يعني مستعدين انه يفهموك ومستعدين انه يدوك من زمنهم انك يعني تجي، وما في حاجه اسمها مثلا دكتور لو اختلفت ما في الراي انه يشيلك الماده، ما في كلام زي ده هنا يعني، ما بيعتمد على كلام زي ده يعني. الشيء الثالث هنا يعني احنا هنا في الجامعه اللي انا فيها دي بندرس يعني بفصول، عندنا سيمسترات لكن السيمستر ذاته مقسم لشنو؟ لفصلين اللي هو موديل 1 موديل 2، ده اللي نحن شغالين به هنا. ثلاثة من الشيء اللي كويس يعني حاول انك موجود في روسيا او لو ربنا اراد انك شالوك او في اي منحة حاول اعمل انك تعمل علاقات كويسة. من الشيء الثاني اللي انا استفدت هنا منه في روسيا يعني علمونا كيف انه نكتب بحث، وده شوية اجيف اتكلم عنه سريع ل3 دقائق كده وامشي، لانه هو برضه بيحتاج للايف لحاله. عندنا أناسي موجود هنا يعني الشيء اللي استفدت منه يعني كيف انه اكتب بحث، حتى الريسيرش بروبوزال اللي انا رسلته في المنحه وكده هسه عايل له بضحك شويه برغم انه كتبته لكن يعني ما كان كونكريت الشيء اللي انا مطلوب منه كهسه يعني. طيب بالنسبه لما تقدر تعمل ريسيرش بروبوزال يا اخوانا، اي منحه دار تقدمها لازم يكون عندك ريسيرش بروبوزال، واحد اللي هو بيكون عندك عنوان بتاع بحث
يعني تكون عامله اتنين عندك اللي هي الثيوريتيكال فريم ورك، منها تضع فيها الهايبوثيسيس بتاعتك والكلام التاني الريسيرش كويشنير، وبعدك عندك الامبيريكال بارت، وبعدها بيجي الليتريتشر ريفيو، تاني بعدك عندك الريزلت بتاعت البحث بتاعك، بعدك عندك الديسكشن، تاني اللي هي اخر حاجة الكونكلوشن، ومنها بتاخد بالبيبليوغرافي. طيب بالنسبة للحاجات دي من الحاجات اللي انا اتعلمتها هنا بجد، يعني بحاول اتكلم عنها من الحاجات اللي اضيفها لكم في بعد كام دقيقة، بضيفها للحاجات اللي انا استفدت منها هنا في روسيا. دي من الحاجات اللي موجود يعني الموجودة هنا في الجامعة بتاعتنا. الجامعة بتاعتنا انت اذا وصلت للحاجات دي لازم تتعلمها، في حاجات كده من ضروريات الجامعة، يعني مثلا الدكتور اذا خلص محاضرة على طول بيرسل لكم انكم تعاودوا تعملوا لي ورقة، يعني او من تكتبوا لي مثلا 3 بيج 3 صفحات او 4 صفحات او 8 صفحات على حسب الدكتور، بيقول لكم اكتبوا لي في الموضوع كده 3 4 صفحات، اقلها دكتور بيطلب 1.5 صفحة اقلها يعني. والكلام ده طبعا لازم يعني يعملوا كده، لان اصلا هي الجامعه بتاعتنا اسمها ناشونال ريسيرش يونيفرسيتي، يعني اصلا هي بتعتمد على البحوث اكتر شيء يعني. وهسه الحمد لله في السنه دي 2020 جات تقريبا المصنفه الاولى في روسيا كده يعني. طيب هنا الشيء الثاني اللي عايز اتكلم منه اللي هي يعني الفرق شنو مثلا هنا بيننا وبين يعني في السودان، الدراسة هنا كيف بتكون والسودان كيف بيكون. انا بالنسبة لي هنا زي ما ذكرت قبل شوية عندنا هنا البحوث بتاعتنا، يعني جامعة اصلا بحثية هي اصلا بتاعت بحوث، يعني بدون كمية من البحوثات كثيرة يعني. يعني هسه اي واحد مثلا لو مسكته من طرف قلت له يا اخي تعال مثلا شيل العنوان ده، او شوف في مشكلة بتاعت بحث حاول انك شنو يعني فتشها اعمل لي فيها ريسيرش بروبوزال، فالطالب بيكون قادر انه يعمل الكلام ده. نمرة اتنين الدكاترة هنا زي ما انا قلت يعني برسي يعني كله من زمن لزمن، يعني الدكتور مثلا كله محاضرتين او 3 محاضرات لازم يديك شنو يعني واجب انك تكتب بحث عن شيء معين. الحضور طبعا فيها درجات هنا، والمشاركة فيها درجات، والواجبات برضو بدرجاتها، يعني الامتحان ما بيعتمد على الدرجات انه يكون شنو 100% يعني، لا بوزع يعني اسوأ الناس بوزع الامتحان مثلا 50-50، يعني الامتحان 50 باقي الحاجات 50، لكن غالبا يعني ممكن الامتحان يكون بس 20% او ذا توتال مارك، يعني ممكن يكون بس 20% بس من الدرجات الكلية كده يعني. طيب الشيء الثاني يعني الشيء الثاني اللي استفدنا منه هنا في روسيا، يعني زي ما قلت لكم قبل شوية نقدر نكتب مثلا عندنا موضوع معين نقدر نكتب عنه. هنا طبعا بحب اشكر دكتور ياسين قبل كده السنة اللي فاتت شهر 10 ولا 11 ما اعرف ما اتذكر بالضبط، كان عنده لايف انا تابعت اللايف، كان عنده كيف انك تكتب مقترح بتاع بحث، وبتذكر انه كان بيقول لنا انه الشجرة يعني زول افضل انك تكتب مثلا عن جامعة الخطوب بدل ما تكتب مثلا من على الشجره في اللاماب، اذا مثلا سجلت في مثلا في الشجره او في مبده يعني مثلا عالميا كده مبده مثلا ما معروفه، لكن لما تيجي على الخرطوم كويس حاول انك البحث بتاعك يعني يكون مثلا ما يكون نيرور داون ولا يكون تو وايد، يعني ما يكون كلام زي ده يعني. دي من الحاجات اللي انا استفدت منها الحمد لله رب العالمين. يعني مثلا اذا عندي مثلا موضوع معين كده عايز اعمل بحث فيه، لازم انت تمشي تقرا الموضوع معين، بعد ذاك تجي تشوف المشكله الشنو اللي انت عايز تبحث منها، وحاول انك الموضوع مثلا ما يكون يعني ما يكون مثلا كبير شديد. يعني مثلا انا عندي البحث كان نزلت برضه استبيان كنت عايز املاه، عامل المايجريشن هجره يعني الهجره، هجره دي كده كبيره، لو قلت مثلا برين درين برضه كبيره، عملت درين برين درين فروم سودان تو اذر كانتريز برضه لقيتها كبيره الكلام ده، فشنو اخترت اخر حاجه مثلا هجره الاطباء السودانيين من السودان لايرلندا. يعني وقت ما لقيت مثلا عملت الاستبيان لكن ما لقيت ردود، قمت تاني عدلت وعملتها من ايرلندا وبريطانيا، فشنو تلقى الموضوع انه شنو ما كبير، يعني ممكن عادي انك شنو تقدر تتواصل فيه وبتلقى فيه معلومات، يعني بيكون الموضوع شيق شوية يعني. حاجة تانية اتعلمت هنا يعني كيف
نقرا الورقه العلميه. الورقه العلميه مثلا اي ارتكل لما يدوك له، يعني احنا الارتكل يعني لما يدوك له كيف تقراه؟ اول شيء مثلا جيت لي فتحت الارتكل عملت داونلود، شوفه، حاول شوف مثلا اسم الكاتب عشان يكون عندك خلفيه عن الكاتب ده، من وين يا جامعه. بعد ذاك بنقرا الابستراكت بتاعت الورقه. الابستراكت دي بشوفها اذا انا هل يعني دي بتديني قوه، هل يعني اقدر اواصل في الورقه ولا لا اكنسلها. ساعات مثلا اذا ساعات في ناس ممكن يكتبوا الابستراكت يكون حلو شديد، لكن لما تنزل في الورقه العلميه تلقاه يا اخي كلامه كله ما متناسق، يعني كلام بس كتبه. يعني انا بالنسبه لي لما يكون مثلا عندي بحث عايز اعمل في موضوع معين، بكون انا يعني اقل شيء لازم تقرا لك 7 6 ساعات 20 ورقه علميه ممكن نقراها كلها، عشان شنو نطلع يعني نطلع الخلاصه من الاوراق دي كلها نجمعهم مع بعض عشان نقدر نبني افكار كثيره على الاوراق دي. يعني بعد ذاك بعد الابستراكت ممكن تمشي ترجع لشنو للكونكلوشن عشان تقدر تاخد فكره عامه عن شنو انا الورقه. اذا عجبتك الورقه، اذا ما عجبتك من الابستراكت بتكتفي بالورقه وما بتمشي لجوه وخلاص بتخليها يعني. طيب من الشيء اللي الثاني هنا روسيا يا اخواننا، يعني التعليم بتاعه والله يعني جيد جدا، يعني يعني ممتاز خالص، مش جيد جدا، ممتاز التعليم بتاعه يعني معروف. حتى بتذكر انه كان في معانا بيت من المانيا، يعني وقت بتذكر وقت الواجبات كترت علينا قلت لها يا اخي انت في المانيا عندكم واجبات كده؟ قالت لي لا لا، قالت لي جامعاتكم دي كلها واجبات، يعني انا ما ادري كيف انتم شغالين. قلت لها ده النظام عندنا كده. طيب الشيء الثاني ذكرته قبيل، اذا انت اتخرجت وربنا وفقك في المنحه، يعني لما انت عايز تقدم للدكتوراه او للماجستير، اذا انت خريج بتاع بكالوريوس، يعني الشهاده من روسيا هنا اكيد بتاهلك. المنحه انت لما تقدم فيها يا اخوانا خد في بالك بانك يعني ما لحالك، ولا انت واحد في السودان او 10، يعني في كميه من خلق الله كلهم عايزين منافسين على شنو نفس المنحه اللي انت مقدم عليها دي. فشنو لما تكون مثلا يعني لو قارنا مثلا زول من جامعه ما معروفه وزول من جامعه معروفه لما يقدموا، يعني اكيد هم بالنسبه لهم في منح اكاديميه او في منح بيشوفوا مثلا السجل بتاع الطالب الاكاديمي ده، ممكن سجله اكاديمي يكون فل وذاك برضه من الجامعه الغير معروفه يكون فل، لكن لما يجوا مثلا يقارنوا بيقولوا انه الطالب اللي متخرج من الجامعه المرموقه دي اكيد عنده قدرات بيقدر يستخدمها. فشنو عشان الناس يعني تركز ان يعني ما تقول مثلا انا منحتي لازم اقدم بريطانيا او المانيا او فرنسا او كندا، لو ما لقيت لا 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 ما تقدم كده. انا قدمت في فيتنام في جامعه فيونغ تونغ يونيفرسيتي، انا ما يعني نسيت اسمها ذاته يعني. المهم برضو جاني الرفض منها، يعني انا كنت مستعد انه يعني اقرا هناك ما عندي مشكله، اهم شيء لما يكون عندي مثلا شهادتين بتاعت اللغه الفرنسيه من جامعه السودان بالاضافه اللي جبت الشهاده من فيتنام، لما اجي اعمل دكتوراه في دوله ثانيه يعني اكيد يعني مثلا بنافس. ليه؟ لانه انا طالب دولي بقيت عندي شنو المقدره، عندي القدره انه اقدر اقرا بره دولتي. يعني ده الشيء اللي فاهم اللي موجود مثلا الناس تحاول تمشي له. يعني اثنين جوده التعليم هنا في روسيا الناس دي يعني مواكبين العلم والتطور. يعني مثلا هنا نحن لما يدونا محاضرات ما بتكون كلها محاضرات عن يعني الشيء اللي مضى كثير، هاي يعني بناخذ من الشيء اللي مضى، يعني ما بنركز عليه كثير، لكن بنركز على الشيء اللي حالي والشيء اللي هيكون في المستقبل شنو. يعني بناخذ من الشيء اللي مضى بسيط والحاضر، بنركز على المستقبل بيكون في شنو. يعني حتى الاجنده بتاعت 2030 بتاعت اللي هي شنو التنميه المستدامه الموجوده هم 17، يعني احنا ضغطونا كم محاضرات عشان نحاول يعني نجيب، يعني نحاول ناخد واحد او اثنين بدل 17 نعملهم 18 او 19. بتذكر في بنت من روسيا هنا اظن هي عدلت، جابت واحده ثانيه المهم عدلتها، اللي هي منها انه قالت انه يخفض عدد السكان، ده موضوع ثاني لحاله كمان. طيب بعد ذاك الشيء اللي تاني الموجود الشيء الكويس انه بعد ما الزول يتخرج هم بيركزوا برضه انه لما تتخرج ما تكون عاطل، بيركز انه يدوك مثلا لما تمشي. يعني بتذكر انه كان مشينا تبع الامم المتحده وورلد هيلث اورجنايزيشن اللي هي بتاعت الصحه العالميه، مشينا كان عندنا تدريب هناك، يعني مثلا بناخد محاضرات ساعات بيجي واحد من شركه او منظمه او جامعه تانية يعني بيدربنا انه في سوق العمل بعدين هنواجه كده وكده. واخر شيء لما تتخرج طبعا يكون عندك فتره بتاعت انترنشيب تريننج لازم تعملها، لو ما جبت ما تدوق الشهاده النهائي خالص، ما تدوق لها هنا. طيب من الشيء اللي هي اتكلم اخر حاجه اللي هي من اللي هي الصعوبات والدراسه، صعوبات اللي واجهتني انا فينا في روسيا وعموما كده روسيا. طيب انا بالنسبه للشهاده اللي من الحاجات اللي واجهتني
يعني انا قريت فرنسي 4 سنوات، يعني كون اغير من مكان من مجال لمجال تاني دي والله بجد يعني واجهتني صعوبة، اللي هي مثلا من فرنسي مشيت ادارة عامة تنمية سكان، يعني مثلا ما كان عندي خلفية في الموضوع. بتذكر هنا برضه الدكتور ايهاب كان في مجموعة الاحصاء، يعني بتذكر سجلت له يا اخي انه انا جديد في الاحصاء وعايز لي معلومات، قال لي اي كتاب يجيك في الاحصاء حاول انك شنو تقراه. من الشيء الثاني للصعوبات اللي هي كتابة البحوث، وكجد انا ما كنت عارف ان البحث ده يكتبه كيف، يعني كيف نكتب بحث وكلام زي ده، بما انه انا يعني اتخرجت لكن يعني ما بنفس جودة البحث اللي موجودة هنا ده هنا في روسيا. يعني بالشيء الاضافة ثاني السيمينارات، يعني هنا عرفنا كيف مثلا تقدم سيمينارات لما يجوك، يعني الدكاترة دايما بيكونوا حريصين بانه اي طالب لازم يقدم سيمينار عشان لما يتخرج ممكن شنو يعني يصير يوم من الايام استاذ جامعي، فلازم هنا بيعلمك الكلام ده. وتعلمت برضه منه الاستخدام بتاع اكسل والباوربوينت، كلهم اتعلمتهم هنا ده يعني في روسيا. من الشيء اللي صعب اللي واجهني البريد، طبعا معروف انه روسيا دي يعني بلا اصلا ما في زول اصلا بيغارد على انه روسيا هنا البرد بتاعها كتير خالص كتير خالص، يعني انا موسكو بتذكر انه السنه دي قالوا ما في برد، يعني كانت مره بتذكر عامله صالة 18، الناس بيضحكوا بيقولوا يا سيدي هتعمل كيف. فالمهم دي من الحاجات الناس يعني زول اي زول يجيب له في روسيا هنا حاول مثلا هو جاي يحاول يجيب معه سيوتر او ما يجيب معه سيوتر، حاول بس يجيب معه سيوتر خفيف لما يجي هنا يشتري، لانه هنا السيوترات الجوده بتاعتهم متينه يعني كويسه. يعني في مدن تانية يعني درجة الحرارة ساعات تصل ماينس 40 يعني عادي في روسيا، يعني ماينس 20 و40 عادي. دي من الحاجات اللي الصعوبات اللي موجودة هنا في روسيا. اثنين يعني في صعوبة بتاعت كيف انك تلقى شغل، يعني هنا في روسيا الروس دول عموما بيحبوا لغتهم شديد، يعني بيحبوا لغتهم شديد، يعني ما بيحبوا دايما يتكلموا عن شنو بالانجليزي، دايما بيركزوا على انهم شنو يتكلموا باللغة الروسية بتاعتهم. زي ما انك روسي مثلا صعب انك تلقى شغل، انا ما بقول ما يعني نهاية ما هتلقى، ممكن تلقى ما في النهاية حظ يعني، وان شاء الله غيت ربنا يوفقه الناس كلها. ومن الشيء اللي تاني اتذكروا انه اضيفه هنا روسيا، الناس بيقول لك الروس عنصريين، الروس ما عنصريين، يعني بنسبة 95% ما عنصريين او 97% ما عنصريين، يعني دي حاجة كويسة. يعني الناس هاي بيقول بنقرا في الأفلام بنسمع إنه الناس الروس ديل عنصرين وكلام زي ده. بالنسبة للشيء الثاني اللي هي سهولة المعيشة، اللي كلام الإيجابيات بتاعت الدراسة في روسيا هنا، الشيء اللي قلت ده أتذكره الإيجابيات اللي هي مثلا هنا 50 دولار أو 100 دولار ممكن تقضي لك الشهر كله، أو 150 دولار يعني إذا في روس، إذا في موسكو هنا من 100 دولار 150 دولار، إذا مثلا ممكن أنت وضعك شوية ما كويس ممكن عادي 50 دولار تمشي لك الشهر يعني. تاني من الشيء اللي إيجابيات برضو هنا السكن الجامعي رخيص، يعني مثلا 16 دولار لو قارنت مثلا ما في دولة أوروبية تلقى السكن الجامعي مثلا ب 16 دولار، يعني يعني الشغلة دي ما بتلقاها في كل الكلام ده، يعني في إلا موجودة بس في روسيا الوحيدة اللي بتلقاها الكلام ده يعني. طيب انا اظن كده اكون خلصت الشيء اللي عايز اتكلمه، هنا بحب اشكر يعني الاهل كلهم اللي وقفوا معاي كلهم، الناس اللي ساعدوني كتير، فاتقدم واواصل انه اجي روسيا هنا. بشكر كتير جدا يعني زوجتي، وبشكر كتير الاستاذة سارة، يعني بجد ما قصرت خالص، يعني كون انه مثلا زي ما قلت لكم زول بيجي من الشغل يعني بيوفر لكم زمنكم عشان يراجع لكم الايلتس، يعني انكم تمتحنوا وتنجحوا بدون مقابل، يعني هو بس يعني عمل عليك الوجه الله، دي من الحاجات الكويسه شديده، يعني بجد بشكرك. وبشكر برضو الاخ انس وزاده كان لما كنا بنمشي نادي اللي هو الامريكان انجلش كلوب، كان بيجي ما شاء الله بحضوره وقعدنا معاه وكان بيجهز لنا الشاي، يعني كان كويس، يعني اشكره شديد. واشكر مجموعه الباحثين السودانيين بالإضافة للدكتور أنور، يعني وأشكر كل الناس اللي وقفت. بتذكر برضه هنا كان عندي اللي هو البيرسونال ستيتمنت بتاعي، بتذكر اديته لياسر اللي هو زميلنا،
بديته له ما انا كتبته، قلت له يا اخي عدله لي الميم، عدله لي ورسله له منه يا اخو، برضه رسلته في الجامعه. يعني لو كتبت شيء حاول انك يعني شوف لك 3 4 اشخاص ناس مثلا بيعرفوا انجليزي كويس اديهم لهم، يعني ما عيب كون انك تكتب حاجه انت ممكن تشوف الخطا، الزول التاني بيشوف الخطا يعني. فبتمنى انه شنو الناس كلها تتوفق وربنا يوفقنا ان شاء الله. واذا في اي سؤال الناس ممكن تكتبه في الشات وبجاوب عليه ان شاء الله يعني. في زول عنده أي سؤال يا أخوانا الناصر في اللايف، انتوا سامعين يا أخوانا؟ طيب لو سمحت اوضح لنا رابط الموقع. طيب حاضر. عارف ليلة الإجازة السبتية كيف؟ وافيدنا أفادك الله. تمنى يوسف الإجازة السبتية، ما عارف الإجازة السبتية دي. تسلم يا عبد الله، جزاك الله خير. الشبكة طيب حاضر، هاخد ريت سي give us some advice to how to apply and get a scholarship please. طيب طيب يا بلال، بلال طيب بالنسبة للنصائح اللي بديك لها، لما تقدر تقدم لمنحة حاول دائما انك يعني ناس جهز الاوراق اللي قلت عليك اللي هي شهادة جامعية بالاضافة لشهادة التحصيل وخطابة التوصية اللي هي 3 أو خطابين أقلها، وحاول إنك جهين من نفسي. يعني مثلا ده شهر 5 آداب، حاول شوف الأساتذة اللي درسوه أمشي ليهم وخليك تقول لك خطابات توصية، يعني ما حاجة يعني كعب، اجتهد شوية إن شاء الله بتوفق. و3 الفحص الطبي ده يعني هسي ما ضروري إنك تعمله هسي، ده حاول خلي لها يجي مثلا شهر 11 أو 12 ممكن تعمل، خلي يكون مثلا سار المفعول لمدة 6 شهور كده، يعني مثلا من شهر 12 لشهر 6 بتاعت 2021 انك شنو عشان يكون جاهز. بالنسبه للجواز، جواز السفر لازم يكون الجواز سفر انت، واقل شيء يكون ساري المفعول 2 سنين. وفي معلومه برضه هنا في روسيا، يعني اذا ادوك منحه لازم جواز سفر يكون ساري المفعول اقل شيء 2 سنين، اقلها 2 سنين. حاول الناس انه تعمل، يعني حتى انا ذات جوازي لغيته، يعني عندي جواز كان باقي له شهرين، يعني 6 شهور ولا 4 شهور، هي 7 شهور قالوا لي في السفر، وكنت مشيت المهم جوازات انا عملت بدل فاقد غيرت وعملت جواز تاني جديد يعني. مروان حبيبي كيف اقدم منحة روسية؟ طيب المنحة برضو هديكم الموقع بتاع منحة الحكومة الروسية اللي هو هسجله في الحدث بعد شوية، اللي هو اسمه study.ru.ru، ده الموقع بتاع الحكومة الروسية يعني ممكن تقدم منه عادي.
طيب حاولت. طيب يا أخونا، منحة ممولة بالكامل. طيب منحة الحكومة الروسية دي هي باعتبارها يعني منحة ممولة بالكامل يعني ليه؟ لأنه أصلا أنت ما في أصلا من الرسوم الدراسية أصلا، أهم شيء منحة يعني المنحة يعني هي يعني الفرق بتاعت المنحة الروسية والمنحة التانية إنه الدفع بتاعها يعني ما كتير زي المنحة التانية، مثلا زي منحة بروناي أو منحة شيفينينج أو منحة الحكومة الصينية أو اليابانية. لكن أنت لو قارنتها باعتبارها، أنا زي ما قلت لهم قبل شوية جاتني منحة بتاعت اللي هي خازار يونيفرسيتي في أذربيجان، فرفضتها لأنها كانت بارشيال باعتبارها، يعني السنة بتاعتهم كانت 5000 دولار، وأنا كان قال لي أدفع 50 اللي هي 2500 دولار. قلت له أنا ما عندي المبلغ الكتير زي ده اللي بدفعه، واعتذرت لهم قلت لهم يا أخي إذا كانت هي منحة كاملة كان ممكن، وحتى قالوا الطالب إنه ممنوع شنو يشتغل في أذربيجان. أما في روسيا هنا الطالب يعني يشتغل عادي، إذا لقى شغل يشتغل عادي. طيب يا أستاذة، الدراسة أنا بالنسبة لي الدراسة شغال بندرس باللغة الإنجليزية، يعني جامعاتنا دي يعني ما في جامعات كثيرة أنا في روسيا بدرسوا باللغة الإنجليزية، يعني حتى الشهادة بتاعتي الآيلتس يعني دعمتني كثير بإنه شنو أتقبل، برغم إنه جايب 5 من 5، يعني 5 من 5 دي أي زول جابها ما تتحبط، يعني تقول مثلا إنك جبت 5 من 5 يعني إنه ما هتشال، لا لا ما يعني هي في منح بتطلب 4 من 5. منحتي اللي قدمتها فيها في فيتنام كانت طالبة 4 من 5 بس، وفي منحة برضه بتذكر هي بتاعت معهد الدوحة ولا في قطر ما عارف، غيرتها في الإمارات كانت طالبة 4 من 5. حاليا في منحة حاليا كده موجودة في كازاخستان في دولة كازاخستان طالبين ايلتس اللي هي 4 من 5 بس، يعني ما يعني مثلا انك حاول امتحن. اهم شيء يا اخواننا انه الايلتس ده ضروري شديد، الايلتس ضروري شديد، بحاول هاي المبلغ بيت. لكن الناس يعني بيستاهل، يعني مثلا انك بيستاهل، مثلا انا يا ما امتحنت كان 5 مليون ل 4 مليون و 900 ل 4 مليون و 800 شويه، انه اوفر يعني كانت لي 5 مليون، لكن المقابل الشيء اللي يعني انت بتخد 3 قروش بسيطه، لكن المقابل هيكون قروش كثيره شديد، يعني انه مثلا يعني كونه تكون معفي من رسوم كثيره زي دي، يعني اصلا لو بقرا بقروشي هدفع يمكن غرابه اكثر من 10000 دولار ولا 15000 دولار، يعني كل واحد يقيس على الكلام ده. يعني عايزين مغير منح عشان اتابعها لو سمحت، مشكور مقدم. طيب حاضر، المنح انا هحاول بكتب هنا بدين الموقع انه ما مقدر اسجل، بسجل هسه. طيب هل ممكن ارسل لك الورق وايميل ميعاد جاهز تقدم لي خاص؟ طيب عبد الرحمن، طيب يا اخويا عبد الرحمن، بالنسبه للمنح والله المنح دي صعبه شديد، صعبه شديد كون مثلا زول يقول يقدم لزول. انا بفضل انه دائما كل واحد يا اخواننا يقعد براهو يقدم المنحه، اذا مثلا يعني انت هتعبي ما هي بيانات معينه هتعبيها وترفع الورق، حال دايما المنحه انك تقدمها لحالك. والله التقديم بتاع المنحه ده صعب شديد، صعب يعني ما حاجه لكم سهله، يعني هي دايره متابعه، يعني دايره متابعه تكون قاعد في اللابتوب وساعات النت السعوديه، انتوا عارفين في السودان عادي ممكن تساهر، يعني ما فرقت، ممكن تصحى الصبح بدري انك تقدم، لكن حاول انك دايما قدم براك عشان شنو يعني تشوف انت كتبت شنو بالضبط كده، مطلوب شنو منك، يعني زول لو مثلا قدم لك وجبت يعني هيكون شنو يعني بالنسبة لك ولا شيء، لكن اهم شيء انك تقدم براك يعني. طيب في جهات معينة في السودان بتجيب منح ولا الا تحصل عليها عن طريق النت والويب سايت؟ والله يا اخواننا الشيء بعرفه انا، بس الشيء من المنحة المغربية الوحيدة اللي يعني قدمت مرتين فيها وخسرت فيها كان قروش كثيرة برضه بتذكر، يعني ما بنصح مثلا زول يعني زول منحة مغربية لو قال لي اقدم بقول له ما تقدم، لان عنه مخاصرة، يعني كون انك مثلا تقدم مثلا يقدم مثلا 50 نفر وهم عرض داري يشيلوا لنا نفرين او ثلاثة اشخاص من السودان او 4 اشخاص، 4 اشخاص بيجيلوا 3 كانوا يعني السنة اللي فاتت اللي قدمنا فيها في 2018 شالوا 3 من ولا 2 من اولاد مسؤولين، شالوا واحد بس بعرفه، يعني كونه حاجة زي دي ما عارف، لكن الافضل انه ورك، يعني انا المنحة اللي قدمتها عن طريق النت، قاعد بس نزلت دخلت الموقع بتاع الجامعة مليت البيانات حملت الشهادة دي حملت كل شيء، بعد ده بقيت اتابع، ده افضل شيء انك تقدم، يعني قدم يعني، وفي النهاية ان شاء الله بتتوفق يعني.
المجالات المتاحة. طيب أنا بالنسبة لجامعتنا فيها يعني أصلا مشهورة، هي يعني فيها سوشيال ساينسز وفيها هيومانيتيز وفيها انجينيرينج أظن وفيها ميديكال ساينس، مين علوم الطبية كده كلها موجودة هنا في الجامعة بتاعتنا. لكن دايما يعني المنحة يعني أكيد أي زول مثلا عنده مجال معين داير يقدم فيه، أنا زي ما قلت لكم لما تبدأ مثلا تقدم على منحة معينة شوف إنك عايز بالضبط شنو، عايز تقدم شنو بالضبط كده. يعني انت مثلا بديت المنحه دي جهزت اوراق عارف انك تقدر تقدم في هذا المجال، عشان كده تركز المجال اللي انت دايره وربنا يوفقك ان شاء الله. كيف اعيد، كيف عدت البروبوزال بتاعك؟ حاضر يا هاجر، هكتب الموقع بتاع المنحه هسه. طيب بالنسبة للريسيرش بروبوزال، هو انا الريسيرش بروبوزال ده يعني ده له لحاله موجود لايف لحاله موجود لحاله، لانه حتى لو اتكلم بس يعني ما انا عارف ممكن ساعة ساعتين اتكلم الكلام ده، لانه قبل كده بتذكر انا حضرت اللايف بتاع دكتور ياسين ده اتكلم بسيط عنه وجرى معاه الموضوع، والحمد لله رب العالمين. يعني انا استفدت برضه من اللايف اللي عمله، والحمد لله مثلا انا زاد ان شاء الله لقدام يعني ممكن ان شاء الله اعمل لايف اتكلم انك كيف تعيد الريسيرش بروبوزال. طيب يا استاذه مروه عيد لك سريع الشيء اللي موجود الريشز بروبوزل. طيب الريشز بروبوزل لما يكون عندك ريشز بروبوزل مثلا يعني كده اديك مثلا عن الشيء اللي مثلا هسه اللي انا عامله، مثلا المشروع اللي عندي اللي عامله عن هجره الاطباء السودانيين من السودان لايرلندا. يعني مثلا الدكتور يجي يتكلم عن الهجره، ما هجره؟ قال لها سريع ما تشوف عندكم سودانيين ما شاء الله في ايرلندا، والشغله دي بقت يعني جذبت جزء انتباه للناس لانه السودانيين ممتازين خالص. مثلا بعد ما اخترتها مثلا من السودان لايرلندا، بعد ذاك بعده يعني برودكشن اللي هي الانترودكشن تكتب فيها عن الهجره عموما كده عموما كده. بعد ذاك تجي عندك اللي هي السيرتيكال فريم ورك اللي هي الهايبوثيسيس، بعد ذاك عندك الافتراضيه بتاعت البحث. قلت لك مثلا فيها واثنين ثلاثة أربعة ما مشكلة، لكن بس أهم شيء يكون عندك افتراضيتين أقلها وبعدين تكتبه الامبيريكال بارت. بعدك عندك الشبكة إن شاء الله كويسة، عندك اللي هي الداتا عمل فيها مثلا سكندري داتا واللي هي برايمري داتا والشيء اللي اكزامبل مثلا انترفيو عملته من ده كلام دار لايف لحاله يا أستاذ مروة. إن شاء الله يوم أقدر أعمله كده. بعد ذاك إنك تكتب يعني انت لو ما عندك بوزل، بما انك مثلا ما عندك معين او داتا معينه قاعد تعملها، فبتك بعد الكلام تكتب مثلا. بعد ذاك عندك الديسكشن دي ممكن تنزلها او ما تنزلها انت حر. بعد ذاك الكونكلوجن الخاتمه ومتصور الخاتمه تكون شنو. بعد ذاك بعد ما تكتب الكلام ده كله واخر شيء تكتب الملحقات بتاعتك تنزلها، مثلا البحث ده دار تعمله بنيت شلته مراجعك شنو شنو، بتنزل المراجع بتاعك ترسلها. يعني الريسيرش بروب بتاعك ده لما بيكون جاذب الدكتور ذاته يعني بيقول انه الطالب ده خلاص بيقدر بيه بحثي بقدر اعتمد عليه، يعني بيقدر يعتمد على نفسه في البحث. يعني طيب انا ما عارف ان الفيديو هو ضمن الشبكة، ما ادري ايش الحاصل. المهم
بتاعي كهرب تقريبا،